بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السادة العلماء، السادة ضيوف مصر الكرام، السادة الحضور، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية كلمتي أود أن أعرب عن بالغ سعادتي بالمشاركة في هذا المؤتمر الحافل، والذي يحظى برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله تعالى وأيده. وهذا المؤتمر يعالج قضية من أهم وأخطر القضايا التي تمس واقعنا المعاصر، والذي أصبح الفضاء الإلكتروني فيه متحكماً بشكل كبير في الواقع الحقيقي، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي لغة العصر، وأصبح الذكاء الاصطناعي لغة المستقبل. كما أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الأوقاف ممثلة في معالي وزير الأوقاف المصري الأخ الكريم الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على جهوده الكبيرة في دعم تجديد الخطاب الديني وتوظيف وسائل التقنية الحديثة والفضاء الإلكتروني في دعم الخطاب الديني الوسطي ومحاربة التطرف والإرهاب. أيها السادة الكرام، إننا إذا نظرنا نظرة عامة إلى تاريخ البشرية رأينا كيف تعددت وتنوعت وتطورت وسائل التواصل التي تهدف إلى تعزيز التفاهم والحوار المشترك بين أبناء الإنسانية كلها. وظلت الوسائل التقليدية هي البوابة الوحيدة لتواصل أبناء الجنس البشري على المستوى الفكري والثقافي، بل وفي كل أشكال التبادل الحضاري المادية والمعنوية، إلى أن تطورت هذه الوسائل وتقنيات تطوراً مذهلاً، وسوف تظل مسيرة الإبداع والتطوير تواصل تقدمها، لأن الله سبحانه وتعالى جبل الإنسان على التطوير والإبداع. ولا شك أن هذا التطور والتأثير قد طال المجتمعات الإسلامية، وذلك على المستوى الاجتماعي والمستوى السلوكي والمستوى الفكري، وغير أنماط الخطاب والتواصل، بما في ذلك أنماط الخطاب الديني بطبيعة الحال، لأنه جزء من الخطاب المجتمعي بشكل عام. ولا شك أن المؤسسات المعنية بتجديد الخطاب الديني بجميع مجالاته وحقول العمل فيه على المستوى العلمي والدعوي والإفتائي، لابد لهذه المؤسسات لابد أن تسارع إلى فهم واستيعاب مستجدات العصر ووسائله التي تهدف إلى سرعة التواصل وتبادل المعلومات، وإلا صار الخطاب الديني محصوراً في واقع قد تجاوزه الزمن منذ عقود. إننا منذ ظهور تلك التطورات المتلاحقة في أدوات التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي، إننا نعيش حالة من القلق وحالة من الاختلاف حول طبيعة هذه الوسائل وأشكالياتها وما يمكن أن تنتجه من تأثيرات إيجابية أو سلبية. نحن جميعاً ما بين رافض ومتخوف من كل أشكال التطرف، من كل أشكال التطور التي ينتجها العقل البشري، أو مؤيد لكل أنماط ذلك التطور حتى وإن تجاوزت الخصوصيات الثقافية والاجتماعية وأثرت على مجالات السلوك والأخلاق تأثيراً سلبياً بطبيعة الحال. والحقيقة أننا لابد أن نفرق بين الاستعمال السيء الذي يؤثر سلباً على السلوك البشري
وبين الاستعمال الرشيد الذي يسهم في بناء وعي فكري صحيح وسلوك إنساني رشيد. فوسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني مهما تطورت لا تعد من حيث ماهيتها أن تكون طريقة من طرق التفاهم وتبادل المعلومات، يمكن استخدامها استخداماً رشيداً في تحقيق أهداف ومقاصد شرعية معتبرة بطبيعة الحال، كالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة، ونشر الأفكار التي تعزز الأمن والسلام في المجتمع وتحصن العقول من الأفكار المنحرفة بكل أشكالها ومظاهرها. إن ديننا الحنيف يدعونا إلى العمل من أجل مشاركة المجتمع الإنساني بكل أدواته ووسائله المشروعة، ويضبط لنا أطر التعامل مع المستجدات التي تدخل في ذلك النطاق، عملاً بالقاعدة الشرعية المعتبرة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها إذا لم تكن الوسيلة ممنوعة لذاتها. وقد أبدع في ذلك الإمام القرافي رحمه الله تعالى في تأصيل وشرح هذه القاعدة شرحاً ماتعاً. وهذا كله يفتح باب التعامل مع كل التطورات التي تتعلق بالتقنيات الحديثة وأساليب التواصل الذكية والذكاء الاصطناعي وغير ذلك من الوسائل، وذلك في إطار تيسير أمور الحياة وتعزيز سبل التواصل المشترك بين الناس أفراداً ومجتمعات، وكذلك إيجاد وعي مجتمعي خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الديني الذي ينبغي أن تتنوع فيه طرق التواصل بما يضمن وصول الخطاب الديني والدعوي إلى جميع أبناء المجتمع، وذلك من أجل المحافظة على أحد أهم المقاصد الشرعية وهو حفظ الدين الذي لا يتم إلا بوصوله إلى الناس وصولاً لا تشبه شائبة ضلال أو انحراف، حتى لا يسبق إلى ذلك إلى هذا المجال لا يسبق إليه من يجعل من الفكر الديني خطراً يداهم المجتمع ويساهم في تفكيكه، بدلاً من أن يكون رسالة رحمة وسلام وأمن للعالمين. وفي نهاية كلمة هذه أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم أيها العلماء إلى ما يحبه ويرضاه في سبيل الوصول إلى توصيات تخدم الأمة وتخدم الخطاب الديني وتخدم الإنسانية جميعاً. وأتقدم مجدداً بخالص الشكر وتقدير إلى معالي وزير الأوقاف الأخ الكريم الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذا المؤتمر المهم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.